مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار على قناة سوس تي في. أعلن وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر عن بعث بلديتين جديدتين بولاية سوسة، وهما بلدية شط مريم بكلفة 2 مليارات وبلدية غريمت بكلفة 4 مليارات و900 ألف دينار. كما أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة في السياق ذاته أحداث 86 بلدية جديدة وتوسعة 190 بلدية أخرى. كما أوضح رياض المؤخر أنه تم تخصيص 750 مليون دينار لكل هذه البلديات للفترة الممتدة بين 2017 و2021. هو جلسة إقليمية حول تركيز البلديات الجديدة المحثة في نطاق 6 ولايات الوسط والساحل اليوم. هذايا معناتها البلديات الجديدة، تعرفوا أنه الدستور بسبب الدستور عمم النظام البلدي والحاجة، وتعميم النظام البلدي بمناسبة تعميم النظام البلدي وقع أحداث 86 بلدية جديدة، 20 بلدية وقعت أحداثها بأوامر، 66 بلدية بالتقسيم الترابي الجديد، وقعت تعميم النظام البلدي على 190 بلدية أخرى. مشروع ميناء المياه العميقة بنفيضة مشروع وطني ينتظره المواطنون ويرون فيه فرصة للنهوض الاقتصادي والتقليص من نسبة البطالة. وفي هذا الإطار أكد وزير النقل أنيس غديرة أن مشروع ميناء المياه العميقة بنفيضة يلقى عروضا للتمويل وأخرى للإنجاز من طرف شركات دولية خلال الندوة الدولية للاستثمار. هذا بالنسبة لوطن شغل تنقص للدعم معناتها البطالة تنقص والاقتصاد يدور الاقتصاد تاع البلاد. لك سلبيه ما نظنش فما حاجه سلبيه، معناتها ظهر لي كله معناتها باش يكون في الايجابي، على خاطر حاجه لونانيه نورمالمون معناتها باش تولي حكايه كبيره برشا اذا كان يسيبوه المشروع ويمشي معناتها، فهمت؟ يعني اعز موقع يجيب من الوسط من الشمال من الجنوب الكليكه يجيو بنفيذة، مش كما حلق الواد بعيده مثلا، بنزرت بعيده، وهو الموقع لهنا. والبرت هذايا كان قبل يعني من وقت فرنسا، كانت البواخر والبوارج يعني في وقت الحرب يعني لهنا موجودة. دعا رئيس نيابة الخصوصية ببلدية سوسة محمد المكني كافة المنتصبين المرخص لهم بسوق التفصيل باب جديد إلى إخلاء السوق في أجل أقصاه الثاني من ديسمبر 2016 للقيام بأشغال لمدة شهر ونصف بالسوق المذكورة، وقد خصص مكان مغطى للانتصاب الوقتي بالميناء إلى حد انتهاء الأشغال. تعيش بلدية الجم منذ أكثر من 9 أشهر شغورا في خطة الكتب العام، أي منذ نقلة الكتب العام السابق، مما أثر على السير الطبيعي لإدارة البلدية وأثار استنكار العديد من المواطنين نظرا لمدى تأثيره سلبا على السير الطبيعي لهذه الإدارة. عاين وزير النقل على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للمديرين الجهويين للنقل بأحد نزل مدينة المنستير وبحضور ولي الجهة والإطارات الجهوية. عاين مكان محطة النقل البري المزمع تنفيذها بهبطة العش بالمدخل الشمالي لمدينة المنستير بكلفة 8.2 مليون دينار. وأكد أن وزارة النقل تبنت هذا المشروع النموذجي للنقل الحضري وستوفر 50 ألف دينار لإعداد الدراسة، ثم توفير الاعتمادات لتنفيذ هذه المحطة النموذجية التي ستجمع مختلف أنواع وسائل النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم من سيارات أجرة وتاكسي وحافلات، بما في ذلك نقل السكك الحديدية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الدخول في سلسلة احتجاجات تبدأ بالإضراب مع غلق الصيدليات. ستقرر تاريخه ومدته وشكله الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إلى انعقادها اليوم السبت، على خلفية ما اعتبره تعنت وزارة المالية وإصرارها على تمرير الفصل 16 على صيغته الحالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016، واعتبر أن اعتماد هذا الإجراء على صيغته الحالية سيكون سابقة سيئة في مجال التشريع الجبائي وسيؤثر سلبا على الخدمات الصحية الأساسية لتلبية حاجيات المواطنين في الأدوية حسب ذات البلاغ.
في أخبار الرياضة، تحظى الرياضة الصباحية في سوسة بشعبية كبرى لدى المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية، نظرا للوعي بأهمية مثل هذه الرياضات على صحة الإنسان ومردوديته. أصلاً الرياضة يعني هي معروفة يعني حاجة خارقة العادة بالنسبة للكبير والصغير، فهمت؟ وفي الوقت الحاضر كريت الأمراض تكاثرت يعني في العصر هذه، بعد ما فيها بيس باش يكون يعمل شوية رياضي بتاع التدخين بعد لا برشا حاجات أخرى. السبور ماتينال صحة بدن عقل مريقة، الأمور واضحة، إيش خير من السبور معناها. في إطار الدور 16 من كأس تونس، احتضن ملعب اتحاد سيدي بوعليم مباراة في كرة القدم، جمعت الفريق المحلي بضيفه اتحاد بنقردان وانتهت بفوز الضيف بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين. صحيح اليوم الأهم الانتصار والترشح للدور القادم، ومهم زاد كي تشوف اللاعبين اللي هبطوا سيرتيران وكانوا تيتولير معنا قدموا مقابلة كبيرة، مستوى فردي وجماعي كان ممتاز، خلقنا استحفظنا على الكرة، خلقنا عديد الفرص، سجلنا 7 أهداف، نصور انتصار أداء ونتيجة الحمد لله. معناها مباراة كانت متوقعة، دور 16 ضد فريق من الدور الممتاز معناها سيدي بوعلي قسم رابع، جارينا المقابلة لكن نقبلوا أهداف على أخطاء فردية معناها بديهية جدا. الحمد لله معناها مسالش نقولوا القادم أفضل للاتحاد الرياضي بسيدي بوعلي. في الختام، نظمت الجامعة التونسية للرياضة والشغل يوم السبت المنقضي جلسة افتتاحية بأحد نزل مدينة سوسة، تم خلالها تنصيب الرابطات الجهوية للرياضة والشغل بكل من القيروان، المنستير، سوسة والمهدية. دونك احنا كوزارة الشباب والشباب والرياضة ندعموا رابطات نتو الجامعات الجديدة اللي تحضر، وديما الرياضة والشغل راهي ديما حاجة باهية، خاطر ديما في الشغل ناقصنا اللي ديما العامل ولا الكادر لازمهم ديما اكتيفيتي سبورتيف باش يعطي اكثر روندمون. احنا في نفس التمشي معناتها اللامركزيه لهذه الجامعه، عملنا هذه اول تاسيس الرابطات نتاعها وتنصيب رؤساء والاعضاء نتاعها، ان شاء الله في انتظار انه نواصلوا معناتها في بقيه الرابطات على مستوى 24 ولايه. واحنا بالمناسبه نقول لكم راه انطلاق البطوله الوطنيه رياضه والشغل ان شاء الله يوم 10 ديسمبر 2016 وهو تاريخ كبير برشا. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل الى نهايه نشرتنا الاخباريه، لمزيد من الاخبار زورونا على الموقع الرسمي www.soustv.net. شكرا على المتابعه والى اللقاء.